ممثل شكل حالة، مش شكل كشياكة وخلاص. انا لا، الشكل مثلا لو انا طالعة فتاة بنت فقيرة ايه، لا ضوافري ما كانت المفروض تبقى انا بهتم بالحاجات دي. فبلاحظها، لا طريقة القعدة غصب عني نطق الكلام. وانا من الممثلات اللي بحب كمان ان انا ما احطش نفسي في اطار واحد، يعني بحب دايما اتنوع. مشكلة هنا في مصر ان هم عايزين يحطوني في تراك، يعني شافوني في حتة معينة فعايزين يحطوني. انا بقاوح كتير جدا عشان اطلع من التراك ده واخش تراك تاني، لان يعني انا عايزه اجدد نفسي، مش عايزه ابقى ماشيه على نمط واحد. فده برضو بياخد مني صعوبه كتيره جدا ووقت ومجهود. انا محرومه مثلا ان انا اقص شعري قصه معينه علشان ده هيوقف، يعني انا محرومه من حاجه، محرومه ان انا اعمل تاتو او اعمل شكل معين. لان انا لو جالي دور يعني كتير قوي في بيوتي سنتر انا بروح يقول لي هنعملي، اقول له ما ينفعش انا ما اعرفش اعمل ده، لان انا لو جالي دور واحده فقيره وعامله كده انا نفسي مش هبقى، ما عنديش المصداقيه دي، فبرفض اعمل ده انا كمروة. لكن غيري بيعمل انا ما يعني مش هقدر اتكلم. اكيد طبعا بياخد من العين جامد، يعني انا ما ينفعش ابقى يعني فقيره او طالعه فتاه شعبيه وابقى حواجبي مرسومه وضوافري معموله، ما ينفعش خالص. يعني انا ساعات ببقى عايزه اقص شعري قصه معينه. صحيح احنا عندنا بديل البواريك، بس البواريك برضو انا بشوفها بقت بتبان دلوقتي، الناس بقت بتعرفها. لاني الاول كان الممثلين هم بس هم اللي بيستخدموا البواريك والاكستنشن والحاجات دي، دلوقتي كل الناس بقت عارفه الموضوع ده، فبقت معروفة. يعني انا بحب الناتشرال اكتر، بحب ابقى طبيعية اكتر.